ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكالعادة وربنا ما يقطع علينا عادة، معانا حكاياتكم واللي دايما بتصغها علينا سلمى ياسر. منورانا يا سلمى، وان شاء الله الحكايات النهاردة وعديني ان هي فيها جانب من الفن شوية ان شاء الله بأمر الله. النهاردة هيبقى يوم ليلو 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 شوية. عاملة ايه يا دينا؟ مبسوطة طب الحمد حقيقي. لله الحمد باين لله. على الوانك اتمنى باينه تخرجش في الفقره دي، الابتسامه دي مش منتهيه. لا هحاول قلت لي والله هصيغها بطريقه كومبنتي وعدتيني. انا هحاول والله. طيب يلا بصي، هي الحكايه الاولى مش كوميديه قوي يعني، بس هحاول اخليها كوميديه من فضلك. انا مخطوبه من 5 شهور وكانت امورنا تمام، وزي اي 2 مخطوبين جاب لي شبكه ب 20,000 جنيه. وتمر الايام وبعدها في ايه؟ طيب لا خلاص كملي. وتمر الايام وبعدها تحصل معاه ازمه ماديه ويجي يطلب مني الذهب نبيعه. الشبكه يعني؟ المشكله مش في كده، المشكله انه عايزني اخبي على اهلي ولما يجوا يسالوا اقول لهم انه اتسرق. والمشكله انه محسسني ان مشاكله مش هتتحل غير انا عارفه ان انا بس رخمه. ما قالهاش يعني تقول لهم ازاي انها تتسرق؟ عارفه انا بقف في تفاصيل غريبه. بس يعني هو قال لها قولي لهم انها هتتسرق. ما قالهاش ازاي؟ لا عارفه اللي هو ايه، كانت معايا في الشنطه ووقعت. اصل انت كده هتحطني في مشكله مع اهلي، يعني كل اللي انت بتقوله ده انا ما عنديش مشكله فيه، بس دلوقتي انت هتحطني في مشكله مع اهلي. ما اللي هو اسرقها ازاي؟ يعني هقول له ازاي انها اتسرقت؟ افهمك ان هو مثلا كانت هي لابساها ولا حطها في شنطه ولا وات ايفر ايه، ووقعت منها مثلا، فهي ما عليهاش غلط. وهو برضو يا حبيبي انت مالك؟ ويبقى هو قدام اهلها كمان مش بس الشبكه اتسرقت، لا ده هو طيب جدا 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 ان هو ما قالكيش رجعيها، ما قالكيش ايه ده ازاي انت ست مستهتره. فكمان هطلعه قدام اهلي في امبيونس كده. لا تحفه، فكره هايله، بس انا مش متضايقه منه، بس ما قالهاش يعني هنخبي عليهم ازاي. اخر جمله بس عشان لفتت انتباهي وانا برد، مش ان هو محسسني ان مشاكله مش هتتحل غير بشبكتي. انا مقتنعه طبعا مشاكله مش هتتحل غير بشبكتي. لما تقولي رايك يعني لما تكملي ماشي. كله انا هقول لك ليه انا مقتنعه. بصي انا الحكايه دي كان عندي انا ما فتحتش والله انا بضحك، هي فعلا حكايه مضحكه جدا جدا بس يعني. هقول لك على حاجه والله، انا يعني كان عندي تفكيرين في الحكايه دي. ايوه اول تفكير انه يعني انا حطيت نفسي مكانها. اوكي حلو. اول تفكير انه لو انا دلوقتي اتنزلت مره هيتعود، واي مشكله يقع فيها والنبي بقى ما تبيعي ده والنبي وهعوضك والله العظيم. صح. طب ما تجيبي دول بس وهعوضك والله العظيم والحاجات دي. طب ما هو ده مش صح. صح. فدي اول تفكير انه لا ما تديلوش شبكتك. يعني انت كده هتعودي. بس في برضو تفكير تاني انه طب ما هو ممكن يبقى بجد يعني حد ابن حلال وبيحبني بجد وشاريني وان هو بيحاول يكافح. يعني بصي مبدئيا اي 2 دلوقتي عايزين يتجوزوا وداخلين بالحلال قليل، ده قليل، ودي حاجة بحترمها جدا لان الزمن صعب. انتي خدتي بالك انا ممكن ارد ازاي؟ صح. ما سيبيني بس كمان. سيبيني اكمل. حلو نغمة، انت كده حاطه نفسك مكانه مش مكانها. لا مستني لسه هكمل. انت بتبرري له ايه؟ لا انا بقول انه دلوقتي انه فكره ان هو فعلا عايز يتجوزها. أيوة. فان هو حد داخل البيت من بابه، ان هو حد بجد راجل جد مش جاي يومين ويهزر. احنا قلنا قبل كده اتجوزني ولا حاجه، خلف مني ولا حاجه، جه خبط على الباب وخطبني ولا حاجه، جاب لي شبكه بنص مليون جنيه مش ب 20,000 جنيه ولا حاجه. كل ده ولا حاجه، كل ده انت بتعمل على قد مقدرتك وقد قدرنا وقد الليفل اللي احنا فيه. كل ده عادي، ما عملش فيها جميله. طب امتى الغير العادي؟ الغير العادي انك تخليني انجح، اسعد، احلى، مرتاحه، مطمنه، في امان، مبسوطه، ومش بس مبسوطه مرتاحه. هنا انا اقول الراجل ده عمل دور في حياتي. ما هم لسه بقى ما اتجوزوش عشان يعيشوا. الله ينور عليك. اقفش اهو، اقفش بقى الكلمه دي. جبتي لب الموضوع ولب الرد. انا والله مستنيه اخد من كلامك اي حاجه او هقنعك. ماشي فاهمه. هو انا مش اللي هو هقنعك انك تروحي البارت 1. اوكي هقنعك القرار يبقى في الاولاني. ماشي متفقين. ماشي. طيب سلمى قالت جمله لطيفه جدا جدا جدا، اصل هم لسه في الاول وفي بدايه حياتهم ولسه في بدايه العلاقه. يا راجل يا راجل، انت في بدايه العلاقه
جايب للست دهب ب 20000 جنيه والست راضيه ومبسوطه وطايره بيك ومحسساك ان انت راجل خطير وبتطير وحاجات لطيفه كده، بعدها بما فيش تروح تطلب منها الشبكه، وبعد ما تطلب منها الشبكه تقول لها اتحكي على اهلك، مش بس كده ما تقولهمش خبي عليهم ان انا خدتها، قولي لهم انها اتسرقت منك مش مني، قولي لهم انها اتسرقت منك عشان انا قدام اهلك ما اقفش عليكي فانا ابان راجل لارج. ده انت، ده انت قصه، انت ده انت قصه، ده انت تدرس. لا، وهي قالت بتقول انه انا مش يعني انا مش عارفه اعمل ايه، بس انا مضطره، اصل هو محسسني ان ازمته مش هتتحل غير بالذهب بتاعي. فين بابا، فين ماما، فين عمته، فين خاله، فين صاحبك الجدع، فين عم محمد بتاع القهوه، فين عم صبحي اللي قال لك هيشوف لك شغلانه غير اللي انت فيها، فين 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 فين. طب انت شعرفك بقى ان هو مش طالب من كل الناس دي وبيجمع، افرضي ما عنديش مشكله كبير. جمع من اي حته الا دهب مراتك، الا دهب خطيبتك اللي ما شافتش منك عدل اصلا، راح تقلع خطيبتك شبكتها يا راجل، سوري ما قلت راجل يعني، بس لا يا جماعه. وبعدين احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده، فاكرين الست اللي قعدت تقول انا لما جوزي عيط قدامي من شغله ومش عارف ايه، احنا ست جباره يعني، مسرحنا الست تماما بصراحه اليوم ده، لانه فعلا انت ست شايفه من جوزك 4 سنين زواج في نعمه وفي ارتياح وفي احتواء، وبلسانها قالت كده، انا الراجل ده كان مهنيني بس حصل له دروب في الشغل، ده انت مش تقفي معاه، انت شيليه فوق دماغك كده على كتافك وامشي، امشي اشتغلي معاه وساعديه. ليه؟ لان الراجل ده اثبت رجوله واثبت مسؤوليه عظيمه على مدار السنين. الراجل ده يوم يقع هنا ابقى جدعه، لكن انا بستجدع احتياطي، لسه ما شفتش منك حاجه، خد يا حبيبي الذهب اهو، ومش هقول لبابا وماما، تستجدع احتياطي. طب ما في رجاله بتشيل المواقف دي، يعني بتشيلها، يعني انا شايل لك ان انت في وقت زنقه. هي بتشيلها فعلا، عايزه اقول لك الراجل ده بيشيل الست دي من حساباته. لا هو بيشيلها فعلا، فيش راجل بيشيل تنازل، مفيش. لا ليه؟ لا 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 لا، عشان هو اللي طالب. الراجل قصدك ان هو لو جت منها هي هيشيلها، لكن طبعاً لو هو اللي طالب طبعا ما تفرقش. ويبقى من جواه بجد هيرفض. خد اهو، لا يا سلمى مستحيل، لا والله لا تاخده، فاقوم رايح انا بايعاهم وحاطه له الفلوس واقول له ما ليا عندك شبكه تانية قبل الفرح. انا عارفه انك هتجيب لي احسن منها يا حبيبي. انت طلبت يبقى ده اسمه تنازل، انت مش هتشلي الجدعانه، انت هتشلني من الحزب. صراحه، وده كلام جون جاتمن، عشان الناس تقول انت بتقولي كلام مش واقعي، لا واقعي وحقيقي وعلمي وواقعي في الحياه، لو انت مش من انجازات هذا الرجل ستكونين من ممتلكاته بكل صراحه. انجاز يعني ايه؟ يعني الراجل ده بيستثمر فيكي، يعني الراجل ده بيجيب لك، يعني انت على اي مستوى انتوا فيه، اي مستوى، جبتي له سماعات ايربودز يجيب لك ايفون، جبتي له ورقه يجيب لك 3 كتب، ده اللي انا اعرفه. ومن كتر ده في ما بيننا موده ورحمه، يعني يوم ما انت هتتعب من الشغل، يوم لا قدر الله هتقع في ازمه صحيه، ازمه ماديه، ازمه مع اهلك، هقولها له كده قسما بالله ما هسمح لمخلوق يقف جنبك غيري، ولا هسمح لمخلوق ان جوزي حد يشوف مشكلته ولا يشوف عياطه ولا يشوف تعبه ولا يشوف نيفر، واطلع بره باب البيت اقول لهم معايا اكتر راجل مكفي بيته فروم اي تو زي، وانا يا ستي اللي بشتغل. اتس اوكي، الراجل ده معاكي بقاله 10 سنين جدع، 10 سنين مسؤول، واسمها ايه؟ دروب، وقعه ماديه. هنا انا لو مش جدع معاه يبقى ما استاهلش الراجل ده. لكن بادئ ذي بدء، يلا احتياطي اقلعي الشبكه وهاتيها وتعالي نجيبه. اصرفي انت بقى بعد كده، اشتغلي وقعديه في البيت، ده راجل عايز يستتب بقى. اقنعتيني الحمد لله. كده كده ما كنتش همشي من غير لما اقنعك. نخش بقى الكوميدي بقى. يا الضحك كله، ربنا قلبي حاسس ان انت بتسعديني النهارده. يلا، هي اصلا يعني المشكله دي انا حاسه ان هي اخدتها على محمل شخصي. شخصي؟ هقول لك انا دلوقتي. إيه ده؟ واحد بيقول متجوز من سنه. في حد مضايق؟ لا استنى هتشوفي دلوقتي بقى، استنوا كده استنوني. لا هي مش حكايه شخصيه. ناس حد زي مزعله ولا هي مش حكايه شخصيه، بس انا الموضوع مسني قوي. اوكي قولي. واحد بيقول ايه؟ متجوز من سنه، انا من الصعيد وهي من القاهرة. هي مقبولة شكلا لكن رفيعة جدا، هي ماله يعني. طب هي ليه مراته؟ ما استني بس. ما انا كده كده هنتناقش انا وانتي ونقعد اوقفك واتعصب لحد ما في الاخر هقول، بس انا سؤالي هنا، تفتكري اكيد انت شايفها مقبولة شكلا
بس رفيعه. لا انا ما كملتكيش الجمله. ايوه ليه هي مراته؟ ليه في الاول اتقال مراته؟ الجمله اللي جايه كملنا الفرح ليه؟ لكن رفيعه جدا بشكل خلاني احس انها معيوبه. انا كان لازم اقف هنا. يا عم بنتنا معيوبه، احنا بنتنا معيوبه ورفيعه، ليه بقت مراتك؟ جوزتها ليه؟ هو انت مش عديت على خطوبه وقرايه فاتحه وقعدت في بيتهم وما شاء الله لغينا في العزومه ومامتها فرشت البيت وقلت لهم النص بالنص وسحلتها على وشها واتنزلت عشانك، جاي دلوقتي تشوف ان هي رفيعه قوي ومعيوبه، جوزتها ليه؟ اكيد شخصيته، مش كل حاجه المظهر، اكيد الشخصيه. ولما هي شخصيتها اعترض دلوقتي ليه على شكلها؟ ما هو بقى تعالي بس يعني... نكمل نشوف ايه الموضوع الشخصي. مخي هو على حوار الرفيع جدا دي اللي هو هي ده مش عيب على فكره، هو ايه العيب في ان واحده تبقى رفيعه؟ بالعكس يعني هو عنده شايفها معيوبه. دي كلمه وحشه جدا. ما دخلت في في قلبي. وغير كده مش واخده على طبعنا، هما من خدي بالك ان هما من الصعيد وهي من القاهره. طب وايه المشكله؟ مش واخده على طبعنا ومش بترحب ولا تسلم على الناس ومش اجتماعيه، بقيت بتحرج منها وما بقتش شايف فيها ميزه ولا وشايف اني اتسرعت. طيب مبدئيا هو اتسرع. استاذ محسن انت اتسرعت. انت ما كانش ليك الجوازه دي. خلاص كده كملي بقى نتناقش انا وانتي ونرد على الست على مراتك. خلاص مش شايفينك. استاذ محسن انت اتسرعت، انت ما تنفعش يعني. انا نفسي لا تقيم هذا البيت. انا نفسي اعرف هما في زي ما انت قلتي فتره الخطوبه. المفروض ان في فتره خطوبه. اوكي أيوة. انا عارفه ان في بعض العائلات ما بتحبش انه يبقى الفتره تطول، بس على الاقل في شهر، في شهر قعدوه خطوبه على الاقل. اصل الشكل ده حاجه اوبفيس قوي سلمى، هو من اول قعده انا شايفك رفيعه او لا؟ يعني احنا أيوة. احنا رايحين فين؟ لا انا بتكلم على فكك مش يعني خلاص تمام الشكل. انا بتكلم بقى على حته انه مش واخده على طبعنا ومش بترحب ولا بتسلم، مش اجتماعيه. طب انتوا كل القعدات اللي فاتت اللي حصلت في بيت العيله هي كانت قاعده ساكته؟ قاعده كده؟ اكيد بتتكلم. امال انت اتعرفت عليها ازاي؟ انت حبيتها ازاي؟ لا لا هفهمك بقى هنا كده، وده اختلاف العادات في المحافظات. كلنا هنا مع بعض، الكرو الجميل قوي اللطيف ده، كل واحد فينا من محافظة. ولكن كلنا بنجتمع على نفس لغة الحوار، صح؟ نفس الطريقة في الشغل، لأن كل واحد فينا اشتغل في شغله وعمل في شغله، فبقى في الحتة دي في الشغلانة دي في الميديا هو جامد قوي. لما حد يجي يتكلم معاه بلغة الميديا كلنا هنا بنسينج ذا سيم سونج، صح؟ كلنا عارفين الأوقات الكرومات، صح؟ هاتي واحد من بره القناة ومن بره المدينة كلميه على الراكورات والحاجات هيفهم حاجة؟ أكيد لا. لا، فالمشكلة مش في المحافظة قد ما المشكلة في تطوره بعد نزوحه من هذه المحافظة، وكان بيعمل فيها إيه؟ كان بيعمل فيها إيه؟ عادات وفيها إيه؟ ناس كتير جدا في الصعيد وفي الأقاليم وفي كل حاجة على قدر عالي جدا جدا جدا، التعليم كلنا على قدر واحد، مفيش محافظة أعلى من محافظة والكلام ده، ولكن على قدر عالي جدا 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 بإن خلاص الموروثات والعادات والتقاليد دي بقت دقة قديمة. يعني ما بقاش بقى جو بتاع الحما تضرب البنت والبنت تسكت جنب مامتها وما عندناش بنت تشتغل، ما عادش موجود. فانت مش انت بتقول انا من الصعيد وانا من القاهره بس عشان ايه تحلي الموضوع، لكن هو ده ما بقاش عائق رهيب. العائق الرهيب ان انت من تحت الارض طالع مش عايز تسيب قشاش الارض، انت متمسك فيه، او انت مش متمسك بيه ولا حاجه، بس مامتك بتضغط، اختك بتضغط، مش عارف مين بيضغط، مين بيضغط، فانت شايف ان هي بقت معيوبه. ليه؟ انا قاعد في بيت عيله، هي ما بتطلعش لامي وما بتسلمش على اختي وما بترحبش باهلي، وانت هتطلع عند مامتك هتقول لك مراتك عملت، هتنزل عند اختك هتقول لك مراتك عملت، هتنزل تحت عند اخوك هيقول لك مراتك عملت. ودي بقى تقاليد عيلتكم انتوا، ما لهاش علاقه بالقاهره ولا مش القاهره. في كل المحافظات الان، انا مش بتكلم عن المحافظات، 20-24 يا فندم، الرفيعين اسمهم مودلز، فاحنا كلنا عايزين نخس. كلنا بنعيط نفسنا نخس جدا جدا، فاللي انت شايفه عيب غيرك شايفه امله، اللي انت شايفه في مراتك عيب غيرك شايفه امله، ويا رب اوصل لها، ومش هيعرف يوصل لها عشان هي ست محترمه ومستحيل هتخونك او تبص على راجل تاني. لكن الست دي في رجاله تانية تعمل لها اضعاف اللي انت بتعمله، وما يكتبوش على مراتهم في حكايه او في ورقه او في مكالمه ويقولوا عليها معيوبه. اللي يعمل كده راجل معيوب،
اللي يعيب في مراته، اللي يعيب في شكلها، حتى لو في رساله لو انا ما اعرفش حضرتك يبقى راجل معيوب، الست دي مش معيوبه. انت شايف ان انت تسرعت؟ انت تسرعت في الجوازه دي، انت ما كانش ليك الست دي، انت كان ليك حد اخر. هي ما بتقعدش مع اختي وما بتطلعش لامي وما بترحبش، يا حبيبي عادي. الكلاس ده من البني ادمين عنده حاجه اسمها برايفسي. يعني ايه؟ يعني خصوصيه، حدود. ما اقدرش افتح انا الباب على مامتك وادخل اشوف هي بتعمل ايه. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه؟ انت شايف ان هي مش مرحبه باهلي ومش اجتماعيه ورفيعه قوي وي وي وي، خلي والدتك تخطب لك من عندك من البلد. قلناها مليون مره، انت راجل تقليدي وبتسمع لاهلك وابن عيلتك، خليك معاهم وخليهم يختاروا لك ست تقليديه زيك. لكن ما تطمحش وتبص على الست اللي مهتميه بنفسها وشغلها وشكلها وجسمها ورفيعه وبتنزل الجيم وعندها برايفسي وحاطه باريرز وباوندريز، وتقول انا اتجوزتها وحاسس اني اتسرعت، اصل اهلي بيقولوا لي دي رفيعه قوي، دي معيوبه دي ولا ايه دي. امشي امشي عشان تنقذ الست دي. والله العظيم انت خسارتك مكسب. انا شايفه انت مستني اقول لك ايه، انت خسارتك مكسب. انا اسفه جدا، انت وعيلتك. ليه؟ لان انتوا عباره عن توكسيك فاميلي. توكسيك، خرجوا من البيت ده راجل، سوري ان انا بقول راجل برضه، يعني خرجوا من البيت ده ذكر بيتاثر بكلام اللي حواليه في العيله. ما انت شفتها قمر وخطبتها على انها قمر، دلوقتي قالوا لي فقالوا لي فعملوا، ارجع بقى لاهلك يخطبوا لك من عندهم. دينا وسيبها انقاذا. انت دايما كنت تقولي انه من اسوأ، انا هناخد السؤال ده ونختم على طول. ماشي. من هقول في السؤال. طبعا من اسوأ انواع الرجاله اللي هم النرجسيين. طبعا. طب بتشوفي بقى مين الاسوأ، النرجسي ولا الراجل الودني؟ هو طبعا النرجسي ما ينفعش يبقى ودني، هو النرجسي ما بيسمعش. الراجل الودني ده ده كارثه برضه. لا هو ما ينفعش، لا 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 يصح انه يبقى مسؤول عن عيله. ولا زوجه ولا اولاد ولا اسره. يعني ما ينفعش مثلا يبقى هو كبير بيتهم، بابا مثلا توفى مسافر وهو كبير الاسره. لا يجوز. ليه؟ لان ده هيدمر البيت، هيدمر البيت كله، هيدمر العيال، هيدمر الام، هيدمر مامته، هيدمر هتودي اخته، هتوديه وتجيبه، وهيبقى فيه الطبع بتاع عارفه لما ايوه انا وسلمى كتير بنتكلم اصلا في الفاصل بنقول ليه الرجاله بقت بتلب تلت، احنا مش قادرين، احنا ما عندناش وقت لده. ف يعني ما فيش اسيء واسوء، هما الاثنين اسوء من بعض، لكن ده لا ما ينفعش يبقى مسؤول عن اي حد للاسف. يعني كانت المفروض حكايه فكاهيه ولكن اتقلبت معانا بتاتش عصبيه خفيف. ننهي الفقره مع سلمى وهنروح فاصل ونرجع مع الضيف. اوعوا تروحوا في اي حته.